النهارده إن شاء الله هنتكلم على المشاركة اللي إحنا شاركنا بيها في المسابقة اللي اتعملت من جهاز التنسيق الحضاري لاختيار العمل الممثل لمصر في بينال فينيسيا 2020. بس قبل ما أتكلم على المشروع بتاعنا، حابب بس أشرح لكم يعني إيه بينالي، إيه هو بينالي العمارة في فينيسيا. الحقيقة بينالي العمارة في فينيسيا هو حدث عالمي بيحصل كل سنتين، بيكون لي زي ايه زي سيم او موضوع عام. الموضوع العام ده كل دولة من الدول بتشترك تحت الموضوع العام وبتقدم معرض ليها. المعرض ده بيمثل البلد وفي نفس الوقت لازم بس يكون تحت الثيم. الثيم اللي كان للدورة دي لدورة 2020 سؤال المفروض الدول تجاوب عليه، هو how will we live together، يعني كيف سنعيش معا. أول تحدي كان بالنسبة لنا الحقيقة هو الثيم بحد ذاته، لأن الثيم هو عبارة عن شيء معنوي، يعني هو معنوي غير محسوس بالمرة. فإزاي إحنا هنقدر نعبر عن شيء معنوي بحيث إن إحنا نقدر نجاوب السؤال ده how will we live together بشيء حسي. طبعا احنا لازم نعمل زي ما احنا قلنا، لازم يبقى في عرض، قاعة عرض، وقاعة العرض دي تبقى تحت الثيم. فالثيم في حد ذاته هو كان أول تشالنج بالنسبة لنا. تاني تشالنج بالنسبة لنا كان اللغة اللي احنا هنعبر بيها. طبعا هو طالما حدث عالمي ودول كتير بتشارك فيه، فالمفروض إن كل دولة بتقدم المعرض بتاعها أو الجناح بتاعها بلغة محلية، يعني تكون نابعة من الدولة بس بطريقة عالمية، بصياغة عالمية تقدر تتفهم بسهولة من المجتمع العالمي. ده كان تاني تشالنج بالنسبة لنا. تالت تشالنج بالنسبة لنا إن إحنا لازم نقدم فكرة، حاجة اسمها originality of concept، لازم يكون الفكرة جديدة ما اتصاغتش قبل كده، أو لو الفكرة قديمة بس تصاغ بصورة جديدة. حلو، دي اسمها الاوريجيناليتي. لو احنا قدرنا نحقق التلاتة كرايتيريا دول، ان احنا نكون تحت الثيم، وان احنا نعبر عن شيء محلي جدا، عن شيء مصري جدا ولكن بصورة عالمية، وان احنا الفكرة بتاعتنا تكون اوريجيناليتي وتكون جديدة، تمام. ده اللي ممكن يخلينا نكسب في المسابقة. أي مسابقة طبعا ليها مرحلة بريبريشن، ومرحلة بريبريشن دي كمان بتاخد وقت طويل جدا قبل حتى ما نبدأ نصيغ الفكرة. فقرينا المسابقة كتير بعمق، يعني قرينا ما بين السطور reading between lines، وبدأنا نطلع keywords، وبعدين درسنا كل الأعمال المشاركة قبل كده في السنين اللي فاتت. لازم ندرس الأعمال، ولازم ندرس الأعمال الفايزة كمان وليه اختاروها، وطلعنا منها كمان guidelines من خلالها قدرنا كمان نبدأ إحنا نطلع الفكرة بتاعتنا. بعدين كمان عشان نقدر نجاوب على السؤال الصعب ده how we will live together، عملنا زي observation للوضع الحالي اللي فيه المجتمع المصري، وبدأنا نقعد أنا والتيم طبعا عملنا brainstorming عشان نقدر نبدأ بفكرة. تمام، أحب بس أعرفكم بالتيم الأول. التيم إحنا أربعة، أربعة مهندسين معماريين. أول واحد معانا في التيم رياضي الحلبي، مهندس رياضي الحلبي، هو مهندس خريج جامعة بيروت العربية، وكان من الطلبة المميزين جدا 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 الحقيقة. كان هو طالب دخل مسابقات وكسب مسابقات، وكمان بعد ما اتخرج دخل مسابقات وكسب مسابقات، وإن شاء الله هنتنبأ له بمستقبل باهر يعني. بعدين معنا كان عضو أساسي جدا في الفريق، مهندس عمرو علام، هو خريج جامعة MSA وكمان من الطلبة المميزين. والحقيقة مش بس في العمارة، ده مميز كمان في الفن يعني، وكان له دور مهم جدا 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 في الفكرة، وبعدين هقولها بالتفصيل لما نتكلم عن الفكرة إن شاء الله. ومعانا كمان أحمد عصام، مهندس أحمد عصام برضو خريج جامعة MSA ومن الطلبة كمان المميزين، وسافر معايا قبل كده كتير
سمر سكول في روما، يمكن راح معايا مرتين. وعنده كمان فاتح الديجيتال فابريكيشن لاب الخاص بيه، وبيعمل ماكيتات كتير ومشهور في مجال صناعة الماكيتات. مهم، هنبدأ دلوقتي إيه نحكي على الفكرة وإزاي الفكرة طلعت واتبلورت لحد ما وصلت للفاينل اللي قدرنا نقدمها بيها وكسبنا المسابقة. طيب هنرجع تاني لنفس السؤال، كيف سنعيش معا؟ الحقيقة زي ما قلت لكم احنا عملنا برين ستورمينج، وصلنا للنهاية ان الانسان هو محور الكون كله، يعني الانسان هو محور الكون، وهو كمان اللي بيتقام عليه كل المشاريع، سواء كانت التخطيط او العمارة او الفن او الادب whatever، فهو الانسان. فقررنا ان احنا نركز على الانسان، وخصوصا الشخصية المصرية. ووجدنا في فئة من المجتمع المصري المحلي، الفئة دي سبحان الله عايشة في تناغم وفي سلام وفي رضا. الحقيقة مش عايشة حاليا كمان، ده من قديم الأزل نفس الفئة دي هي اللي بتتعايش وبتندمج، بغض النظر عن طريقة المعيشة، بغض النظر عن التطور، بغض النظر عن التكنولوجي، بغض النظر عن المخططات والسياسات والمشاريع اللي بتتعمل. سبحان الله هم بيتعايشوا بطريقة فيها تناغم شديد وفيها اندماج مع الواقع المصري. تمام، يعني قد يكون في ظاهرهم، في مظهرهم الخارجي، ممكن حد يطلق عليهم فقراء، ممكن حد يطلق عليهم مهمشين، ممكن حد يطلق عليهم عشوائيين، ولكن الحقيقة دين أغنياء داخليا، لأنهم بيحملوا في داخلهم معاني كتير جدا جدا محدش يقدر يحسها غير الإنسان المصري. مش كده بس، هما كمان بيشتغلوا أشغال في المجتمع لا غنى عنها، يعني في المجتمع إحنا ما نقدرش نستغنى عنهم. تمام، ليه هم أغنياء؟ لأنهم بيمدونا بالحاجات الأساسية، يعني بيمدونا بالغذاء، بيمدونا بالخبز، بيمدونا بالطعام، تمام، بالمواصلات، بالخضار. وبنفس الوقت شخصياتهم وتواضعهم بيقدروا يعني ينشروا الرضا والبركة والتناغم بين فئات المجتمع كله، كمان مش بينهم وبين بعض بس، لا ده بينهم وبين فئات المجتمع كله. حتى الزوار الأجانب لما بيجوا يندمجوا مع فئات المجتمع البسيطة، يعني عشان كده حبينا إحنا نهايلايت زي ما بيقولوا الفئة دي من المجتمع، ونوضح الجمال الداخلي لكل شخصية. وهم على فكرة مش متشابهين، هم فعلا كل واحدة فيهم ليها شخصية مميزة، ليها صفات مختلفة، وبنندمج معاهم، هم بيندمجوا معانا في تناغم. سبحان الله احنا سميناه في المسابقة بتاعتنا، او احنا سميناه في المشروع بتاعنا التناغم مبارك، يعني كأن في بركة كده في التعامل ما بين فئات المجتمع بينها وبين بعض. فزي ما قلنا كل واحدة منهم، كل شخصية منهم يمكن يكون في ظاهرها متواضعة جدا، ولكن هي في باطنها، في داخلها يعني تحمل كتير معاني غنية من الألفة والمحبة والحكمة، ففيها صفات، والتواضع والمرح، فيها صفات كتير مختفية خلف الظاهر للشخصية دي أو للفئة دي من المجتمع. وبعدين قلنا القوة بتاعت الفئة دي مش في الانديفيدواليتي بتاعتها، مش في شخصية كل واحد فيهم، لا ده في اندماجهم مع بعض، واندماجهم مع بقية المجتمع، واندماجهم مع المدن والقرى والشوارع المحلية اللي عندنا في مصر. مش بس فئات المجتمع المصري، ده كمان فئات المجتمع العالمي لما بيجوا يزوروا مصر، وازاي
بيدوبوا يعني في النسيج المصري زي ما احنا بنقول مع بعض. فطلعنا من one in all ل all in one. المناطق الشعبية دي بيكون فيها حياة غريبة جدا، احنا سميناها الحياة المباركة أو العيش المبارك، تمام؟ بتكون فيها بركة كده يعني بالبساطة من عند ربنا. أكيد كلنا لعبنا في الشوارع والحارات المصرية في العيد، وأكيد كلنا لعبنا بالكرة الشراب. يعني جميل جدا لما كنا بنتشارك اللعب مع بعض، وكنا بنتشارك النجاح كمان لما ندخل هدف وننبسط ونشجع. حلو، دي على فكرة مش في مصر بس، ده في كل أغلب دول العالم. يعني إن الفئة دي بتقدر مع بعض together، يعني تقدر إيه تعيش أو تخلق السعادة من خلال النجاح في حاجات بسيطة جدا زي ماتش الكورة اللي احنا كنا بنلعبه زمان في الحارة المصرية، تمام؟ ايه كمان بنعمله مع بعض؟ ازاي الفئة دي بتشير مع بعض اكتيفيتي المجتمع؟ احنا كمان بنشير مع بعض مش بس اللعب واحنا صغيرين او الاطفال وهي صغيرة في الحواري والشوارع، ده احنا بنشير مع بعض كمان الاكل والسفرة في مواسم والغير مواسم. يعني لما يكون عندنا فرح مثلا، لما يكون عندنا رمضان ومائدة الرحمن، ازاي احنا كلنا بنقعد على ترابيزة واحدة، وازاي بينزل الاكل كامل، وازاي بنقعد في اعداد كبيره جدا. فاحنا بنشير مع بعض مش بس اللعب زي ما قلنا، حلو، احنا بنشير كمان الطعام الاكل، احنا كمان بنشير الفرحه. يعني بنشارك مع بعض، او بيقدروا الفئه دي من المجتمع كمان بالذات بتقدر بطريقه ما تخلق الفرحه وتشير الفرحه بينها وبين الباقيين كمان. فاحنا كمان بيحصل ما بينهم شيرنج للجوي، بيحصل ما بينهم حتى شيرنج للفيث يعني للإيمان. يعني إحنا في الأعياد مثلا، فبتلاقينا كلنا اتحولت الساحات والمناطق المفتوحة اللي في المدينة لمسجد كبير، وكلنا بنصلي مع بعض صلاة العيد والأعداد الغفيرة اللي بتنزل. فقوة الفئة دي من المجتمع مش في الانديفيدواليتي بتاعتها، لكن قوتهم ان كلهم احنا محتاج، المجتمع كله محتاجها، وان هم فعلا متعايشين في تناغم وفي سلام وفي رضا وفي بركة غريبة جدا جدا جدا، بغض النظر ايه اللي بيحصل حواليهم من تطور، بغض النظر من السياسات ومن المخططات ومن التكنولوجيا اللي بتحصل. فهم بيتعايشوا وبيقدروا يندمجوا بسرعة جدا بأي طريقة من طرق العيش. فحسينا ان السر او اللي هيقدر يجاوب على السؤال ده هو الفئة دي من المجتمع. فمن هنا بدأت معانا الفكرة ان احنا ازاي نهايلايت الشخصيات دي من المجتمع المحلي، تمام؟ فكأن احنا عندنا خط، الخط ده لو قلنا على اليمين عايزين نعبر عن الراندمنس بتاعت كل شخصية من الشخصيات دي، البيرسوناليتي، الدايفيرسيتي، لان هم كتير ومتنوعين وكل واحد فيهم بيشتغل شغلانه مختلفه، كل واحد فيهم بيأكت بيتفاعل مع المجتمع بطريقه مختلفه، كل واحد فيهم محتاجينه احتياج مختلف، الدايفيرسيتي الانديفيدواليتي. حلو، وفي نفس الوقت عايزين من الناحيه التانيه من الخط ده نعبر عن لما بيجتمعوا كلهم مع بعض، ولما بيجتمعوا بالنسيج المصري، ولما بيجتمعوا بالمجتمع المصري ككل، ازاي بيحصل يونيتي، ازاي بيبقى فيه سترونج كونكشنز ما بيننا وبين بعض، ازاي بيحصل انتجريشن، ازاي بيحصل انجيجمنت. نعبر عن الراندمنس، يعني عشان نعبر عن الراندمنس والدايفرستي والانديفيدواليتي، قررنا ان احنا نخلي البورتريهات في مقاسات مختلفه راندم، والبوزيشنز بتاعها مختلف كمان، الارتفاع بتاعها مختلف. بيقدر الزائر لما يدخل يقف قدام البورتريه ويتامل فيه، ويتامل يحس ان في عمق في الشخصيه دي. ده كان على الناحيه الشمال. الناحيه اليمين بقى ازاي بقى تعمل اليونيتي وازاي نعبر عن اليونيتي بتاع المجتمع، وازاي نعبر عن السترونج كونكشنز، وازاي نعبر عن انجيجمنت وانتجريشن وهكذا. اوكي، في ان احنا حولناهم كلهم، عملنا دودل. الدودل دي حته من الدودل، مش الدودل كامله، لان الدودل دي عملاقه جدا كبيره. يعني حطينا فيها كل الاكتيفيتيز وكل التفاعلات وكل الحاجات اللي هي بتحصل او اللي بيكون سببها الفئه دي من المجتمع، وازاي بطريقه ما، يعني زي ما قسمنا خط
يمين خط كده، وده سميناه على فكرة الخط اللي في النص ده سميناه الميرور لاين، اللي هو كأن يمينه بيعكس حقيقة شماله والعكس صحيح. حلو، اللي ساعدنا نعمل الفكرة دي، يعني اللي ساعدنا نعمل الفكرة دي إن أصلا قاعة العرض هناك الجناح المصري هي قاعة مستطيلة والمدخل بتاعها في النص بالظبط. حلو، فإحنا خدنا المدخل وامتداد المدخل ده رحنا عملنا الخط الفاصل اللي قسم القاعة يمين وشمال، أوكي، وعملنا طريقة في الانترنس إن إحنا نبدأ الستوري لاين. طبعا أي قاعة عرض لازم يبقى فيها ستوري لاين بيبدأ من ناحية وينتهي في ناحية. أنت بتعمل قصة والزائر بيجي عشان يشوف قصة، تمام. فعند المدخل عملنا طريقة كده إن إحنا زي المجاز، إن إحنا اللي يدخل بيتجه ناحية الشمال على طول، فبتبان عنده البورتريهات، تمام. يعني زي ما قلنا إن إحنا حطينا ناحية الشمال البورتريهات، كل بورتريه حواليه فريم، أوكي، وقصدنا نسيب فريمات فاضية. دي بتعمل مور انجيجمنت ما بين الزائر وما بين البورتريهات. ساعدنا في عمل البورتريهات دي بطريقة البوب آرت، هو المهندس عمرو علام، واللي ساعدنا كمان في عمل الدودل الكبيرة كمان هو الباشمهندس عمرو علام، يعني لأن هو مشهور جدا بالدودلز وأخد مسابقات، طبعا كسب مسابقات في الدودلز قبل كده يعني، تمام. وبعدين حطينا في النص زي ما قلت لكم بالظبط الميرور لاين ده، بس فتحنا جيت. حلو، الجيت دي وانت في البورتريهات لو وقفت عند الايتم الاحمر دي، اوكي، لو وقفت عند الايتم الاحمر ده وبصيت كده هتلاقي ان اتحطت بعدين ترانسفورميشن جيت، احنا سميناها ترانسفورميشن جيتس، اللي هو بتنقل الزائر مرحليا خطوة بعد خطوة من موضوع التوتالي راندمنس والتوتالي individuality و diversity، إن المجتمع واحدة واحدة بيبدأ الفئة دي بتدمج المجتمع مع بعض واحدة 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 لحد ما بنوصل في النهاية للدودل العملاقة اللي بتبقى في آخر القاعة اللي فيها الاندماج التام والtotal engagement ما بين فئات المجتمع وبعضها البعض، تمام. لو احنا بصينا ناحية الشمال ده السين اللي احنا شايفينه، هو زي ما قلت لكم بورتري هات، اوكي، كل بورتري بيحمل شخصية مصرية من الفئة دي، من فئة المجتمع البسيط اللي احنا قلنا عليه، وفي النص في ال فريم احمر فاضي. الفريم الاحمر فاضي ده لان احنا حابين الزائر اللي يجي ممكن ياخد الفريم ده، ممكن يقف ورا الفريم ويبدأ يتصور، فكأنه بيدمج نفسه بين الفئة دي من المجتمع، او لو وقف وراه بيبدأ يشوف الترانسفورميشن جيتس كأنه بيسكوب أكتر على الدودل اللي في الآخر اللي هتتشاف في آخر الأكس ده. الترانسفورميشن جيت دي هي اللي بتاخد الزائر مرحلة ورا مرحلة، وحواليها على فكرة يمين وشمال بتلاقي في ماكتات، الماكتات دي بتعرض كمان أكتيفيتيز للأشغال البسيطة اللي بتحصل اللي بيعملها الفئة دي من المجتمع، تمام. ولو لاحظنا هنلاقي في فراجمنتس كده نازلة من السقف، الفراجمنتس دي هي ميكس ما بين ميرور شيتس ووايت شيتس. الميرور شيتس دي هي مش توتالي فيرتيكال، هي مش نازلة فيرتيكال، هي نازلة بميول شوية لأن بتعمل إيه، بتعكس شوية الزيارة بتاعت الزائرين جوه البافيليون. حلو، وكمان ليها أهمية تانية إن هي بتعكس بعض البورتريهات، البورتريهات الموجودة هنا بتتعكس فوق على الميرور شيتس اللي نازله، وكمان بتعكس الدودل، اجزاء من الدودل على البورتريهات شيت، كأن اللي بيوصل ما بين الاثنين لو رجعنا لورا هنا على السقف من فوق، ودي هتبان في اللقطه اللي جايه، اللي بيوصل ما بينهم ما بين اليمين والشمال هم الفلاينج فراجمنتس اللي نازله من السقف، تمام. وده التوتال سين اللي موجود، الجيت الريد امبتي ريد فريم اللي هو بياخد اتصال بصري من الجزء اليمين لحد الاخر خالص، اللي هيقف هنا هيشوف كل الجيتس سكوبيك فيو لحد ما يوصل للدودل، اوكي، والفلاينج
فراكتلز او الفلاينج فراجمنتس اللي نازله من فوق، اللي هي بتعكس جزء من الدودل من هنا وبتعكس كمان جزء من من البورتريهات. حلو، فاضل اخر حاجه عايز اقول لكم عليها، الرساله. يعني طبعا كل جناح عرض بيعطي رساله. الرساله اللي احنا حبينا نوجهها للمجتمع العالمي وللزوار العالميين والمخططين وصناع القرار، انهم يهتموا بهذه الفئه من المجتمع ويأخذوها بعين الاعتبار في مخططاتهم المستقبليه وسياساتهم ومشاريعهم المستقبليه للتنميه وهكذا، لان عندهم يكمن سر العيش في سلام وتناغم وسعاده تامه. والتأكيد الموضوع ده، تأكيد الرسالة دي، قررنا إحنا كمصممين ما نشرحش الفكرة دي أو ما نقدمش الرسالة دي. إحنا كمصممين إحنا اخترنا شخصية من الشخصيات من هذه الفئة يعني، تمام، وهي بائعة الخبز، وهي شخصية أساسية جدا ومتواضعة جدا وبسيطة جدا، ولكن واخترناها هي اللي هي تتكلم بعمق شديد وتبعث الرسالة للمجتمع العالمي، أو بمعنى أصح للزائرين للجناح المصري. واتكتبت في هيئة مونولوج. المونولوج ده تم كتابته بعناية جدا وبصيغة فنية بحيث يوصل الرسالة دي بصورة فنية. يعني بتقول للزائر إن هو ينظر ليها، ومش ليها هي بس، لكل الفئات البسيطة في المجتمع، ينظر لها بنظرة أعمق شوية، ما يبصش للظاهر. أوكي، بتطلب من صناع القرار والسياسيين والمخططين والمعماريين والمصممين إن هم عشان لو حابين ينعموا بعيش في سلام وتناغم في المستقبل، ياخدوا الفئة دي في الاعتبار داخل مخططاتهم ومشروعاتهم، و ما يبقوش مهمشين. يعني حسيبكم تسمعوا رسالة من بائعة الخبز في الفيديو اللي جاي ده، اللي بيشرح أكتر كمان فكرة الجناح المصري. بعد الفيديو، هو الفيديو بالظبط 3 دقايق و14 ثانية بالظبط. بعد الفيديو أتمنى كده ما أكونش طولت عليكم، وأسيبكم مع الفيديو إن شاء الله. Hello, it's me. Come on, can't you see? Come closer.